يوسف حزام، اللاعب يوسف حزام. ولد يوسف محمد حزام 7 يونيو 1995، عمره 28 عام. هو لاعب كرة قدم إماراتي، طوله 1.80 متر، مركز لاعب ومدافع. يلعب حاليا مع نادي حتى برقم 3. أما عن مسيرته الشبابية كانت مع نادي الوحدة ومع نادي بني ياس من 2016 ل 2019، ومع نادي الإمارات من 2019 ل 2022.